لا يحضر إلا وزيت الزيتون برفقته. أخضر اللون أحياناً، مائل للبني في أحيان أخرى. طعمه حامض قوي، لكنه بجانب رغيف خبز وكأس من الشاي الساخن يصبح وجبة فطور مثالية. فما هي مائدة الفطور إن غاب عنها الزعتر؟ تتنافس بلاد الشام في تحضير الزعتر، الحلبي واللبناني والفلسطيني والأردني، فكل يضيف له ما يشاء من بهارات، لكنهم جميعاً يعتمدون على نبات الزعتر كأساس. تاريخياً يعود استخدام الزعتر إلى آلاف السنين، حيث استخدمه الفراعنة في عمليات التحنيط التي اشتهروا بها، كما أحرقه اليونان والقدماء بخوراً في الحمامات والمعابد لاعتقادهم أن رائحته تمنح الشجاعة، ولذلك كان هدية مثالية للفرسان أيام الحروب في أوروبا. وفي القرون الوسطى كان الأوروبيون يضعون الزعتر تحت وسائدهم لإبعاد الكوابيس عنهم، فكان رمزاً لكل من يبحث عن السكينة والإطمئنان. صال الزعتر وجال عبر الزمان والمكان حتى وصل بلاد الشام، فبات لا يفارق وجبتي الفطور والعشاء، فهناك تلمحه بجانب طبق من زيت الزيتون أو منثوراً على ملقوشة شهية.